بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في حكم وخواطر، ويومكم سعيد وطيب يا أحلى مشتركين لقناتي قناة أم محمد والبنات، وكل عام وأنتم طيبون بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم. وكالعادة أحضرت اليوم لكم معي عدة حكم وأدعية وتضرعات لله سبحانه وتعالى. أولها تقول: اللهم إني نويت صيام رمضان، فإن توفيتني قبل قدومه فاكتبني من الصائمين، اللهم أمين يا رب العالمين. وثاني حكمة تقول: رائحة رمضان تقترب، فيا رب أدخله علي وعلى أولادي وعائلتي وكل أهلي وأقاربي وأصدقائي ومعارفي وكل من أسعدون بالخير والفرح والسعادة إن شاء الله. والحكمة الثالثة هي أيضا دعاء وتضرع لله سبحانه وتعالى، وهي تقول: اللهم قبل رمضان، اللهم قبل رمضان اغسل هذه الأرض من البلاء واحمينا من شر البلاء وأنزل علينا الرحمة والشفاء يا رب العالمين. وللتذكير فقط لا تنسوا أحبتي دعاء نية صوم شهر رمضان كاملا: اللهم إني نويت أن أصوم شهر رمضان كاملا لوجهك كريم إيمانا واحتسابا، اللهم فتقبله مني واغفر لي فيه وبارك لي فيه وزدني علما وخشوعا، اللهم آمين يا رب العالمين. وأيضا للتذكير دعاء اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وهو يقول: اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين، اللهم آمين يا رب العالمين. وفي الأخير أتمنى لكم جميعا رمضان مبارك وطيب إن شاء الله، دمتم سالمين وإلى اللقاء، مع السلامة.